صحيفة العرب اللندنية: رؤساء عشائر عراقيون يرفضون استقبال زعماء الأحزاب خلال حملات دعائية. صحيفة الشرق الأوسط: أزمة بيئية تهدد سكان غزة بسبب تلوث مياه البحر. وفي تقرير لصحيفة السبيل الأردنية: تحالف سري للتجسس يقود العالم. من المقالات: أهازيج انتخابية لفاتح عبد السلام في الزمان العراقية، شعوب تحت وطأة الحروب لياسر محجوب في الشرق القطرية.